আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। রেজন স্যার, আমাদের সূরা নাজিয়া কত আয়াত পর্যন্ত পড়েছিলাম? গত প্রথম পর্বে পড়েছি 14 আয়াত পর্যন্ত। জি, আজকে 14 আয়াতের পর থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বো ইনশাআল্লাহ। ধরেন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى؟ حديث موسى. إيه أكتر بقولي؟ أتاكشون بقولوا. هل أتاك حديث موسى؟ هل أتاك حديث موسى؟ أجي ميم وقف لازم. ميم وقف لازم. دم نفل آر پڑا کسو تے زبنا. دم نفل آر پڑا کسو تے زبنا. إذ ناداه. إذ ناداه. ربه بالوادي المقدس طوى مقدس طوى مقدس طوى طوى বলেন দুই জবরে দম ফেলিলে এক জবর বাদ দিয়ে এক আলিফ টানতে হয় একে মাঝে ইউজ করে তাহলে আমি একসঙ্গে পড়ি পারবেন একদমে إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى إنه طغى فقل هل لك فقل هل لك إلى أن تزكى إلى أن تزكى 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 وأهديك وأهديك إلى ربك إلى ربك فتخشى فتخشى فأراه 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 الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى آية الكبرى آية الكبرى فكذب وعصى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فقال أنا ربكم الأعلى أنا تانا مانا بلو أنا تانا مانا بلو أنا تانا مانا مانا دیکھ بے أنا تانا مانا إيتاي أليف زادا تنه پولا زبينا এটাই আলিফ জায়দা টেনে পড়া যাবে না এটাই আলিফ জায়দা টেনে পড়া যাবে না মনে থাকবে ফাআখাযাল্লাহু ফাআখাযাল্লাহু নাকালাল আখিরাতি ওয়াল উলা উলা ইন্না ফি যালিকা ইন্না
لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى طامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم تيابتر يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت
من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يروا أبار يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية لم يلبسوا سانورم لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها سيام صدق الله العظيم صدق الله العظيم تقول لأبنا اي سورة قولي قاري مومن تيمي مدد دیکھ بین ابن اپور کے ادبودو کر بین ترا جونا ایخان تھی دیکھ قرآن شیف شکت بارے امرا اجے لائک کومن شیئر کر بو ابن سارا بیشت چھوڑی پڑ بو আর কোনো মতামত থাকলে কমেন্টে আমাদের জানাই দিবেন ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু মোবাইল নাম্বার 01762003091